المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما الهام شنال جسبا. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين وتكونوا ناشطين وتكونوا بأحسن الأحوال إن شاء الله وبإذن الله كذلك. دونك الوصفة ديال اليوم غادي تكون وصفة مختصة بتكبير الصدر بواسطة الفازلين ومعجون الأسنان كما هو مقروء من العنوان. فنتمنى هاد الوصفة هادي تنال الإعجاب ديالكم. ديجا في القناة قدمت لكم عدة وصفات بخصوص تكبير الصدر، سواء بالفازلين سواء بمكونات أخرين، باش كل سيدة يعني يتوتو معها مكونات، والمكونات الاخرين اكيد يكونوا مختلفين، باش الا ما عجبتكم هاد الغسله تعجبكم وصفه اخرى اكيد. فنتمنى هاد الوصفه هادي تنال الاعجاب ديالكم، وهي كما كتشاهدوا من الفيديو كتكون ثلاثه ديال المكونات اللي نتمنى اكيد ينالوا الاعجاب ديالكم يا ربي. الا عجبكم ما تنساوش تعملوا لنا بارطاج او شير او تشاركوا هاد الوصفه مع الحبيبات والصديقات ديالكم، باش ان شاء الله تعمل فائده للجميع. وايضا تبارطاجيو هاد الوصفه في لي ريزو سوسيو ديالكم، في الواتساب وفي في لاباج اوفيسيال فيسبوك ديال كل سيده. وقبل ما نمشوا باش نتعرفوا على مكونات الوصفات وطريقه تحضيرها وطريقه الاستعمال اكيد، ما تنساوناش دائما باللايك وتشتركوا في القناه، زر الاشتراك موجود اسفل الفيديو، ايضا تضغطوا او تبركوا على زر الجرس الموجود حتى هو اسفل الفيديو باش توصلوا ان شاء الله كل ما هو جديد وتفرجوا في الفيديوهات اول باول. ايضا ما تنساوناش بتعليقاتكم واقتراحاتكم واستفساراتكم والأسئلة ديالكم. الا عندكم دي ميساج بيتم تخليهم لي يعني اون بريفي، فخليهم لي في لي ريزو سوسيو ديالي يعني في لاباج اوفيسيال فيسبوك وسي في انستغرام وسي في سناب شات، وجميع الروابط غنخليهم لكم في الديسكريبشن بوكس ولا في لاباج دانفو ولا في صندوق الوصف. وعلى بركة الله نمشيو باش نتعرفوا على هاد المكونات هادو لتكبير الصدر وطريقة التحضير وطريقة الاستعمال. دونك أول مكون هو مكون رئيسي أكيد اللي هو الفازلين. فبالنسبة للفازلين عنده فوائد كثيرة لا تعد ولا تحصى بخصوص التبييض، بخصوص التكبير، خصوصا تكبير الصدر. فالفازلين يعني فوائدها لا تعد ولا تحصى. بالنسبة للفازلين هناك أنواع وأشكال في المحلات التجارية الكبرى أو في الأسواق المغربية بصفة عامة. دونك الفازلين يعني أشكال وأنواع كما سبق لي وذكرت. وإلا عندكم ديجا نتوما يعني بشره حساسه، بشره جافه، فكنصحكم بالفازلين الطبي، اي الفازلين اللي كيتباع في الصيدليه او في لي باغا فارماسي، كيكون افضل ويكون احسن. ولكن ان كان عندكم يعني بشره عاديه فما تحتاجوش الفازلين الطبي، تحتاجوا غير الفازلين اللي متوفر في المحلات التجاريه وايضا في الاسواق المغربيه بامتياز، فغتحتاجوا غير الفازلين العادي. وبالنسبه للكميه فانا هنا خديت تقريبا واحد ملعقه ونصف ديال الفازلين كما كتشاهدوا. بالنسبه لتاني مكون اللي هو زيت الزيتون، ممكن تعوضوه باي زيت كتفضلوه نتوما. وبالنسبة لآخر مكون معنا في هذه الوصفة اللي هو معجون الأسنان، خديت هذا ماشي بشرط تستخدموا نفس معجون الأسنان اللي خديت أنا، وإنما معجون الأسنان اللي متوفر عندكم في المنزل هو اللي تستعملوه أكيد. دونك هادو هما المكونات اللي عندنا في هذه الوصفة هذه اللي هما الفازلين، زيت الزيتون، وأيضا معجون الأسنان. بعد ما تعرفنا على كل هاد المكونات ندوزوا الآن لطريقة التحضير وطريقة الاستعمال. فبسم الله ناخذ الفازلين في الوسط ونبداو كنضيفوا ليها زيت الزيتون، عاد من بعد نضيفوا ليها معجون الاسنان.
والان غادي نضيف معجون الاسنان واحد ملعقه تقريبا وغادي نعاود نزيد نضيف واحد ملعقه اخرى ديال زيت الزيتون كما سبق لي وذكرت ممكن تعوضوا زيت الزيتون باي زيت كيناسبكم فالوصفه كتولي لنا عقده وكريميه اكثر واكثر كما كتشاهدوا بعد ما كتصبح لينا الوصفه بهذا الشكل غنحاول نبين لكم اكثر بعد ما كنضيفوا ديك ملعقه معجون الاسنان وكنضيفوا زيت الزيتون فالوصفه كتصبح بهذا الشكل هذا يعني كريميه وعقده فكناخذوا الوصفه بهذا الشكل هذا وكنطبقوها على منطقه الصدر وحنا كندلكوا منطقه الصدر ديالنا حتى كنحسوا بالوصفه كلها يعني دخلات في لابو ديال الصدر ديالنا جيسبر الطريقه تكون موضحه لكم مزيان فالوصفة كتبقى حتى كتدخل لابو بهذا الشكل هذا هانتوما يعني وصفة رائعة جدا 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 لتكبير الصدر يعني بدون لجوء شي مكونات اللي هما واعرين بزاف وصعبين فهادو مكونات متوفرين في كل بيت وفي كل منزل اللي نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم
وان شاء الله ملي تجربوها ما تنسوناش دائما بتعليقاتكم واقتراحاتكم واستفساراتكم والاسئله ديالكم اللي دائما كتمنوا كتمن القناه بصفه عامه. اذا ما تبخلوش علينا باللايكات، اشتركوا في القناه وضغطوا على زر الجرس وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، جميع الروابط نخليها لكم في الديسكريبشن بوكس ولا في البايو ولا في صندوق الوصف. وانا بدوري نشكركم على حسن تتبعكم لهذا الفيديو، ونشوفكم ان شاء الله فيديوهات قادمة اللي إن شاء الله أكيد أكيد تكون من الاقتراحات ديالكم في القناة. فشكرا لكم وبسلام عليكم حتى الفيديو الجديد إن شاء الله.